السيد الوالي، السيد القنصل العام للمملكة إسبانيا بالمغرب، السيد المدير العام لوكالة إنعاش وتنمية عمالة وأقاليم جهة الشرق، السادة رؤساء المصالح الأمنية والسلطات المحلية، السادة المنتخبون، السيد رئيس جامعة محمد الأول، ضيوفنا الكرام، السادة ممثلي وسائل الإعلام، الحضور الكريم. يرحب الفريق من باسمه وصفته. أنا ثم باش نستقبل الجمهور، إلا كان ثم الجمهور باش نستقبل الفنانة اللي قدامي. كانت عندي كلمة مكتوبة ولكن بعد الكلمة الشاملة والكامية نتاع الأستاذ خالد سليك، يصعب باش نديرو نفس الكلام، لكن تسمح واحد الكلمة اللي هي مبتذلة قصيرة باش الفنان نمروا فقرات أخرى. المهرجان كنشوف يتوسع او يتقدم سنه بعد اخرى من خلال هذا العام. زدنا اضافه في التسميه ديال المهرجان اللي اصبح المهرجان الدولي المغاربي. المهرجان الدولي المغاربي يعني ان المهرجان اصبح منفتحا اكثر. التيمه المغاربيه لا يمكن ان نفرط فيها، ولكن التوسع عبر العالم شيء مستحب، اللي غادي يسمح لنا في السنوات المقبله اننا نفتحوا بحكم هذه البنيه التحتيه اللي متواجده في مدينه وجده، واللي هي بنيه عالميه. التقاليد ديالك، اللباس ديالك، الغاسترونومي ديالك، الاكل ديالك، اذا هذا كله كنحاولوا اننا نديروه باش الناس يجيو يقولوا المغاربه هاك كيفاش عايشين، وحنا امه متحضره، ونتمنى اننا نكتفوا من الانشطه الثقافيه. سي خالد، الجديد في هالدوره، الجديد في هالدوره، الجديد في هالدوره هو اننا انفتحنا من خلال لجان التحكيم على دول من اوروبا، من دول خارج الدول المغاربيه، هذا ومن افريقيا. والجديد كذلك هو الانشطه اللي كاينه بعد عالمي،